زي كذا مستحيل مستحيل ناخذ دوري بدون تحكيم. شفت بالتحكيم اليوم ابويا بلنتي فولات ولا كرت اصفر طلع لمتى يعني؟ يقول في تعمد والله زي ما انت شايف لا بلنتي فولات كل حاجه اللي اثر الاهلي اليوم بس التحكيم سوينا كل شيء. كم مره وصلنا للباب؟ كم مره وصلنا للباب؟ والله يا عزيزي في الفريق سيء فريق سيء واعتقد ان الوسط الخلل في الوسط اكيد طبعا هارد لك ايش تبغانا نقول يعني. كيف شايف المباراة اليوم؟ والله ما أدري الفرقة ما بتلعب برود غريب من اللاعبين صراحة يعني كل شيء جاهز ما أدري فين المشكلة هي تهيئة نفسية هي إيش ما أدري فين المشكلة.